تنضم إلينا الآن من خلال تقنية زوم شهيرة إدريس شلبي. مساء الخير ومبروك أولا. مساء الخير، شكرا كثير. يعني هذا المنصب عفوا يشترط أغلبية خاصة، كيف كانت الأجواء بالأمس وكيف حققتي هذه النسبة؟ زي كأنه بدك ترجعني لمبارح. الأجواء يعني مش هويني، ما كانتش سهلة أبدا أبدا، يعني كان في حاجة لشغل أشهر حتى نقدر نوصل لهذا المحل اللي احنا وصلنا له مبارح. ومش شخصي، يعني مش شخصي، سياسي أكتر. تعرف احنا في أجواء انتخابات، 4 معارك انتخابية كانت خلال السنتين الأخرانية، أنه الضغط على ضد المشتركة واليمين ضد العرب والأجواء العنصرية الموجودة، فكتير أثرت كمان على الأجواء الموجودة في حيفا. أضيف على ذلك كمان الأجواء اللي موجودة في ائتلاف بلدية حيفا بسبب العلاقة مع رئيس البلدية، فما كانش سهل أبداً. كان في حاجة لكتير شغل كمان من وراء الكواليس، وكان في كتير شغل مفاوضات، وكان ضغط كتير كبير من رئيس البلدية حتى قدرنا نوصل لهاي الأغلبية. 5 أصوات معارضة مقابل 16 صوت داعم، هاي هي النتيجة النهائية؟ لا 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 لا، الأصوات اللي هو الأغلبية كانت لازم تكون 16، هاي بسموها الأغلبية خاصة مش أغلبية عادية، فلازم يكون في عندك 16 من 31 اللي هني كانوا 15 من داخل الائتلاف وواحد من المعارضة، وجزء من المعارضة امتنعوا، وخمس أصوات بس اللي اعترضوا. يعني عمليا بشكل عام، يعني لولا الخلاف مع رئيس البلدية كنا بنقدر نقول إنه إحنا عندنا أغلبية ساحقة في الدعم في داخل المجلس البلدي. طيب يعني لحيفا ملفات كثيرة كان بعارضه ولا حدا كان بعارضنا. نعم سيدة شهيرة، يعني في حيفا مدينة كبيرة مختلطة لها ظروفها، ويعني بالرغم من إنه الفترينة مثل ما بنقول جميلة جدا وتبدو مريحة، إلا إنه في قضايا شائكة في الأحياء العربية وفي عدة مناطق في هذه المدينة. عن أي الملفات ستتولين المسؤولية؟ يعني هل هناك ملفات معينة محددة سلفا، أم أنك مسؤولة على مختلف جوانب الحياة كنائبة رئيس؟ لا، يعني في ملف، يعني في 3 ملفات، 3 مشاريع مركزية اللي أنا راح أكون مسؤولة عنها. راح أكون مسؤولة عن ملف المراكز الجماهيرية العربية في الأحياء العربية، راح أكون مسؤولة عن المشروع الثقافي العربي اللي هو يشمل كل برامج الثقافة، من ضمنها عملنا في بناء مسرح جديد بدل مسرح الميدان اللي تسكر، عملنا في انه احنا نطور مشاريع ثقافيه وبرامج ثقافيه للفنانين والفنانات لكل الجمهور. وكمان تحت ملف بيت الكرمه اللي هو موضوع الثقافه والفنون المشتركه اليهوديه العربيه كمان راح يكون عندي، اللي كمان خلاله عيد الاعياد كمان موجود في هذا الملف، وكمان علاقته مع منطقه الواد والاحياء العربيه. هدول 3 قضايا المركزيه راح اكون مسؤوله عنها، بالإضافة لكوني أنا كمان مسؤولة بتابع ملف التربية والتعليم. أنا في لجنة التربية والتعليم وعم نشتغل على برنامج شامل، بناء خطة شاملة لتطوير التعليم العربي في حيفا، وكمان في لجنة التخطيط والبناء، وكمان في لجنة دعم. يعني كلها عناوين وملفات كبيرة وليست سهلة أبدا، هو تحدي لا شك، وسنتابع أبداً. هذا الموضوع. شهيرة إدريس شلبي، شكرا لك على هذه المداخلة.